صلى الله عليك. يقول السائل: لو كان للإنسان عادة في صيام الاثنين والخميس، لكن عادة متقطعة منقطعة وليست مستمرة، فهل يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين؟ على أنه الاثنين أو الخميس لا بأس، حتى ولو كان هو مستمر على صوم الاثنين والخميس، إذا صامه بنية الاثنين أو بنية الخميس لا بأس. نعم.